وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحوا. نعم، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي، كان يكتب الوحي، يكتب القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال المؤمنين بمعنى أنه أخو أمهم، أم المؤمنين. هذا من فضائله رضي الله عنه. نعم.